دائما بالحديث عن شهر صيام، إن شاء الله ما يأثرش كذلك شهر صيام على الأساتذة المصححين. في شأن آخر، الحديث عن رمضان الآن عرفت عملية تخفيض أو التخفيض في مكبرات الصوت الخارجية في المساجد خلال أداء المصلين لصلاة التراويح، عرفت جدلا واسعا بعد تطبيقها من طرف العديد من المساجد، هذا رغم نفي الوزير في وقت سابق لهذه التعليمة. طاهر بن زين والتفاصيل. ما تزال تصريحات وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى بخصوص تخفيض صوت مكبرات المساجد أثناء تأدية صلاة التراويح مثار جدل بعد أن قابله نوع من التذمر من قبل رجال الدين الذين يرون في استخدام مكبرات الصوت الخارجية ميزة لشهر رمضان الفضيل. نركز على أن المكبرة الصوت تكون مهذبة، تكون يعني بقدرة الاستماع يستمع للقرآن الكريم، وحتى الذي لا يقيم الصلاة أو لا يصلي يسمع القرآن الكريم، وخاصة العجائز اللي في بيوتهم والناس الكبار اللي حابة يسمع القرآن الكريم ليس عيبا. ثم لو شارب بالفرنسية ذوق الجزائري يسمع التراويح في خارج المساجد. ثاني التراويح كلها لا تزيد عن ساعة، ساعة وعشر دقائق، ساعة وعشرين دقيقة بالكثير. فنعجب لوجود ساحات عمومية وقريبة من السكان وقريبة من مراكز حساسة ويستمعون إلى أشياء من الغناء وغيرها. يعني تصريحات الوزير أسيء فهمها، والوزير لم يطلب بتغييب مكبرات الصوت من المساجد، وإنما ترك للأئمة تقدير الوضع، هو ما ترد به وزارة محمد عيسى بهذا الشأن. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لم تصدر أي تعليمة بخصوص غلق مكبرات الصوت في المساجد خلال صلاة التراويح، وإنما هذا أمر متروك للسادة الأئمة الفضلاء في المساجد وللسادة مديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات. ما يثار الآن في عند بعض الناس أو ربما في أماكن معينة غير صحيح تماما. مع سعي الوزارة إلى إرساء قواعد تنظم عمل المساجد بتعليمات قد تخرج وفي كثير من الأحيان عن سياقها، أضحت مكبرات الصوت في المساجد جدلا يعود إلى الواجهة مع كل مناسبة دينية.